Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبيبي طلبة وطلبات الصف الثالث الاعدادي. تعالوا يلا نبتدي اول حلقة لنا في المنهج السنة دي. وطبعا المنهج السنة دي هيكون فيه اكيد اختلاف عن السنة اللي فاتت في بعض اجزاء في الامتحان. وده هو اللي حتدور الحلقة بتاعتنا عنه النهاردة. هو الاسئلة الجديدة اللي انت هتشوفها في امتحان السنة دي عن امتحان سنة تانية اعدادي. طبعا اول سؤال مختلف او موجود معانا جديد السنة دي هو سؤال situations، المواقف. ايه سؤال situations ده؟ قال لي السؤال ده بيكون رأس السؤال بتاعه write what you would say in each of the following situations. تعال قول لي هتقول ايه في المواقف التالية. طبعا السؤال ده باختصار عبارة ان هو بيحطك في موقف وبيقول لك هتقول ايه لو حصل لك الموقف ده. وهنا لازم افرق، يا ترى انا اللي هتكلم ولا واحد تاني هو اللي هيتكلم وانا هرد عليه. برضو مش فاهمين يا مستر، هنبسط الوضع اكتر. يعني احنا عارفين كلنا تحيات اليوم، التحيات اللي احنا بنقولها في اليوم. يعني الصبح مثلا لما بنقابل حد بنقول له جود مورنينج، بعد الظهر لما بنقابل حد بنقول له جود افترنون، لما بنقابل حد في المساء بنقول له جود ايفنينج، لو انا رايح انام بقول جود نايت، لو انا مقابل اصحابي بقول هلو اور هاي، لو انا بسال واحد عن صحته بقول له هاو ار يو، لو انا برد بقول ام فاين ثانكس اور فاين ثانكس اور فاين بس، لو انا بسال عن اسم واحد بقول له واتس يور نيم، لو واحد بيسالني عن اسمي بقول له اي ام واقول له اسمي او بقول له اسمي على طول. دي كلها بقول عليها مواقف. طيب هو بيشكلها لي ازاي بقى في الامتحان؟ شكل ما قلت لكم رأس السؤال بيقول write what you would say in each of the following situations، هتقول ايه في المواقف التالية. فيجي يقول لي you meet someone in the morning، يعني انت مقابل واحد في الصباح. المطلوب مني لو انا مقابل واحد في الصباح هتقول ايه؟ هو ده اللي عايزه. فالمفروض ان انا لو قابلت حد الصبح فاقول له good morning، فكل اللي انا بكتبه good morning، يبقى انا كده جاوبت على السؤال. او العكس يقول لك someone says good morning، يعني في حد بيقول لك صباح الخير. طبعا هنا المطلوب مني ان انا ارد على الكلام ده، فلما ارد على واحد بيقول له good morning اكيد هقول له good morning، فهكتب برضو good morning. بس هي دي الاجابة على السؤال. مثال تاني يقول لك you leave your parents to go to bed، يعني انت سايب باباك ومامتك ورايح تنام، اكيد بقول لهم تصبحوا على خير، فكل الموضوع ان انا هكتب good night good night، ويبقى انا كده خلاص جاوبت على السؤال. مثال تالت لما يجي يقول لي you ask about someone's health، يعني انت بتسال عن صحه واحد. طبعا لما اجي اسال عن الصحه فبقول how are you how are you، ويبقى انا كده جاوبت على السؤال، يبقى كل اللي انا بعمله بكتب how are you. او العكس يجي يقول لك your friend asks about your health your friend asks about your health، يعني زميلك بيسأل عن صحتك، فالمفروض هنا مش انا اللي هسأل، ده زميلي اللي سألني، فزميلي اللي سألني معناها ان انا هرد. فبالتالي لما حد بيسألني عن صحتي بقول له I am fine thanks or I'm fine thank you or fine thanks or fine بس. وده اول سؤال جديد معانا السنة دي، يعني ما كانش موجود قبل كده في الامتحانات بتاعت اولى اعدادي او تانية اعدادي. تاني سؤال معانا هو سؤال الريرايت. ايه سؤال الريرايت ده مستر؟ سؤال الريرايت ده عبارة عن ان هو بيجيب لي جملة او بيجيب لي سؤال وبعدين يديني كلمة ما بين براكتس، يعني ما بين اقواس، وبعدين يقول لي استعمل الكلمة دي في الجملة دي وغير شكل ما انت عايز، او استعمل الكلمة دي في السؤال ده وغير شكل ما انت عايز، بس بشرط ان تديني the same meaning، يعني تديني نفس المعنى. مش فاهمين برضو، تعال نبسطها اكتر. احنا خدنا مثلا في تانية اعدادي او في اولى اعدادي او في السنين اللي قبل كده طريقة الاقتراح. قلت لما اجي اعمل suggestion يعني اقتراح بستخدم اساليب متعددة like let's like how about like what about like why don't we like shall we etc. كل الاساليب دي بستخدمها لتقديم اقتراح. طيب انا دلوقتي هيجي لي الكلام ده في سؤال الريرايت اللي هو السؤال الجديد علينا السنه دي ازاي؟ طبعا عنوان السؤال بيكون rewrite the following using the word or the words between the brackets to give the same meaning، عشان تديني نفس المعنى. يبقى اذا هستخدم الكلمه اللي بين الاقواس دي عشان اديه نفس المعنى. فمثلا شكل ما قلنا في الاقتراح يجي يقول لي let's play tennis let's play tennis، ده شكل ما احنا عارفين اسلوب اقتراح. ويجي بين الاقواس يقول لي use how، فطبعا الناس هتستغرب ايه how، يعني هو عايزني اعمل سؤال؟ قال لي عادي اعمل سؤال، ولكن السؤال ده بيعبر عن
اقتراح. يبقى اذا انا هقترح بكلمه هاو، وفي نفس الوقت مش هغير المعنى، يعني هخليه اقتراح شكل ما هو. طبعا صيغه الاقتراح اللي بتبدا بهاو هي هاو اباوت، وهاو اباوت عارفين ان بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي. يبقى هنا ليتس كان جاي وراها مصدر، لكن هاو اباوت لما اجيبها مش هينفع اجيب وراها مصدر، لازم اجيب وراها فيرب بلس اي ان جي. فبالتالي هيبقى حل الجمله دي هاو اباوت بلاينج تنس. How about playing tennis؟ يبقى إذا هنا أنا استعملت الكلمة اللي ما بين الأقواس وديت نفس المعنى وهو الاقتراح. أو إني يجيب لي نفس الجملة وقول لي let's play tennis ويقول لك استعمل لي shall. يبقى إذا هنا لازم أكون حافظ إيه هي صيغة الاقتراح اللي بشال، وهي shall we. طيب shall we بيجي وراها إيه؟ عارف إن shall we بيجي وراها مصدر، فبالتالي هقول shall we play tennis. Shall we play tennis؟ يبقى أنا كده استخدمت الكلمة وبرضو اديت اقتراح، يعني اديت نفس المعنى. وهم دول السؤالين اللي أنا هشوفهم لأول مرة السنة دي في الامتحان. يا رب تكونوا فهمتوا إزاي هتحلوهم، واستنونا في الحلقة الجاية إن شاء الله واللي هنبدأ فيها منهجنا بداية من يونت. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell. قول لكل زمايلك اللي في ثالثه اعدادي يلا يشتركوا بسرعه عشان يوصل لهم كل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. جود باي، السلام عليكم.